تقف شجرة الميلاد واحدة في ساحة المهدي ببيت لحم، بعيداً عن دفء حضور الجماهير التي تأتي من كل مكان في العالم للاحتفال بالأعياد المجيدة، فوباء كورونا طغى وجوده على كل الحضور. في تخوف، الناس مضبوبة بالبيت، طبعاً في تباعد اجتماعي، كمامات، بتختلف كلياً الأعوام الماضية عن هاي السنة، ولكن إحنا برغم الصعاب، برغم الظروف اللي نحن منعيشها، دائماً منعيش على أمل جديد، على حياة جديدة، اللي هي نحن منعرف إنه ولادة السيد المسيح في مدينة بيت لحم لا يعطي حياة وأمل جديد للعالم أجمع وليس فقط في مدينة بيت لحم. مراسم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد اقتصرت هذا العام على عدد محدود من الشخصيات الرسمية ورجال الدين، بالإضافة إلى فرق الكشافة المحلية التي لم يتجاوز عددها 9 من أصل 30 فرقة. جو العيد دائماً جو فرحة، الكل بيكون مبسوط، يعني بكفي الواحد يشوف الناس مبسوطة حوالين بعض، متكتفين مع بعض، بس أكيد في اختلاف كبير. يعني إحنا عادة قد ما أقول لك يعني الدنيا عيد، بس إحنا مش كتير حاسين في العيد لأنه الوضع الصحي مش كتير منيح. اليوم من قلب مدينة الميلاد عم نشوف إنه ما في يعني هالعدد المفروض إنه يكون مثل كل سنة، وهذا أكيد من وراء جائحة الكورونا اللي سببت كل هالخوف. بالرغم من كل المعيقات ومن كل المنغصات ومن كل الأمور اللي إحنا بنمرق فيها كشعب فلسطيني من احتلال وكتجار واقتصاد وأهالي مدينة بيت لحم، إلا أنه إحنا بنبعث الحب والأمل لجميع أنحاء العالم. أما الأجواء الليلية فجاءت كمثيلتها في النهار، فقداس منتصف الليل لم يحضره إلا بعض رجال الدين دون مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولم يدخل السائحون هذه المدينة منذ دخول كورونا لفلسطين، رغم أن عدد السياح الذين كانوا يزورون الأراضي المقدسة سنوياً تجاوز عددهم 3.5 مليون سائح. حتى المحال التجارية التي كانت تعج ليلاً نهاراً بالزوار في مثل هذا الوقت من العام لا تزال أبوابها موصدة، فحتى الأعياد المجيدة لم تشفع بإعادة الحياة لها بعد أن أغلقها وباء كورونا وكبد قطاع السياحة خسائر تقدر ب1.5 مليار دولار. نهاد حجازي، المملكة، بيت لحم.